طيب خلونا برضو نتابع على المستوى الخبري. النهاردة الرئيسين اتفقا على تفعيل آلية الحوار الاستراتيجي ما بين البلدين بهدف تعزيز التفاهم المشترك وتطوير التعاون في كافة المجالات. والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعوة للرئيس ترامب لزيارة مصر ورحب بالدعوة ووعد بتلبيتها في وقت الجانبين يتفقوا عليه عبر القنوات الدبلوماسية. كمان الرئيس زي ما كنت بقول لحضراتكم قام بزيارة مقر غرفة التجارة الأمريكية وعقد لقاء مع رئيس الغرفة ومع رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورؤساء ومديري 12 من كبرى الشركات الأمريكية. اللقاء كان فيه حوار مفتوح مع رؤساء كبرى هذه الشركات، يعني اللي هم من ناحيتهم أبدوا اهتمامهم أنهم يشتغلوا في مصر أو يتوسعوا في مشروعاتهم الموجودة بالفعل. عندنا وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة اللي كانوا موجودين طبعا مع الرئيس وكانوا حاضرين الاجتماع ده، ردوا على استفسارات الناس وناقشوهم في خططهم للاستثمار ومقترحاتهم للتعاون في عدد من المجالات اللي هم شايفينها واللي احنا محتاجينهم فيها. والرئيس أكد لرؤساء الشركات أن مصر حريصة أنها تتواصل مع المستثمرين بشكل مستمر علشان نعرف المشاكل والمعوقات اللي بتواجههم ونشتغل على حلها ونتعامل مع كل العقبات. نتابع تفاصيل الموضوع ده في التقرير اللي جاي. أمر عظيم أن أكون هنا مع رئيس مصر، وسوف أخبركم بأن الرئيس السيسي كان شخصا قريبا جدا مني منذ أن التقيت به لأول مرة. هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض، مشيرا بأنه خلف الرئيس السيسي وراء مصر وشعب مصر، وسوف يتم رفع التعاون العسكري بين البلدين ليكون الأعلى من أي وقت مضى من طائرات وسفن وحاملات طائرات، بالإضافة إلى مناقشة الطرفين لسبل تعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن والعديد من القضايا الإقليمية والدولية. هذا وفقا لما أعلنه شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض. أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد للنظير المصري عبد الفتاح السيسي قوة ومتانة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وأن ترامب ناقش مع السيسي سبل تعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن والعديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة منذ ما يقارب من 4 عقود كانت جوهر محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وتحدث السيسي أيضا مع النظير الأمريكي عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر ستقف بقوة لإيجاد حل لمشكلة القرن، وإنه على ثقة تامة بأن إدارة ترامب ستتمكن من التوصل إلى حل لهذه القضية. واختتم ترامب حديثه مع الرئيس المصري بأنه سيحارب مع مصر الإرهاب وكل المشاكل الأخرى، وأن لديهم صديقا وحليفا في الولايات المتحدة. وما أن انتهى ترامب لقاء السيسي حتى غرد على صفحته الشخصية بتويتر قائلا: إنه لكان شرف أن أرحب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض في الوقت الذي نعيد فيه تجديد شراكتنا التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية. إننا ملتزمون باستكمال جهودنا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع مصر في المكان التي تليق بها على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية مهما بلغت هذه الإجراءات من صعوبة. ولا يفوتني هنا الإشادة بما تحل به الشعب المصري من وعي ومسؤولية خلال الفترة الماضية وتحمله لتداعيات قرارات الإصلاح بشجاعة وصبر. كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لمقر غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن وعقد لقاء مع كل من رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالإضافة إلى رؤساء ومديري 12 من كبرى الشركات الأمريكية. وأعرب السيسي خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.